ويا اهلا وسهلا بيكم وفيديو جديد وريفيو جديد. انا رنا البدري بحييكم ويلا بينا نبدا. النهارده هكلمكم عن منتجات مصريه بامتياز، هكلمكم عن شركه مصريه جديده بتعتني بالبشره والشعر بمنتجات كلها طبيعيه واورجانيك في المكونات بتاعتها والكواليتي بتاعها، وكمان مناسبة جدا لينا احنا كبنات بالنسبة للأسعار. هكلمكم عن شركة توليبس أورجانيك بيوتي كير. توليبس انا عرفتهم من على الفيسبوك، كان ليهم بيج كبيرة جدا، ولقيت كمان ريفيو من المذيعة المشهورة والمعروفة دعاء فاروق، جالها بوكس طبعا من البراند ده، واحنا عارفين يعني معظم اليوتيوبرز او مثلا البلوجرز او الانفلونسرز بيجيلهم بوكسات كجيفت يعني كهدايا، فبيجربوا المنتج وبيقولوا رايهم. طبعا في ناس بتقول رايها بصراحه وفي ناس ما بتقولش رايها بصراحه، وفي حاجات انا جربتها وما لقيتش معاها نتيجه، وفي حاجات انا جربتها وحسيتها حلوه، يعني على حسب. فاللي بلاقيه كويس ممكن استمر عليه، واللي بلاقيه مش كويس خلاص ببعد عنه، وبتبقى تجربه ومش بتتكرر تاني. فالنهارده هكلمكم عن شركه توليبس اورجانيك بيوتي كير. قلت لكم طبعا الشركه مصريه وبتعتني بالبشره والشعر والجسم من مكونات طبيعيه وتحت اشراف صحي كمان، وممكن تقدروا تطلبوا كل منتجاتهم من خلال البيج بتاعتهم الخاصه بيهم على الفيسبوك. عندهم حاجات كتيره جدا، عندهم مثلا التنت الكريمي، وعندهم كمان كريم الليل نايت كريم، وعندهم كريمات لترطيب الايد، وعندهم حاجه اسمها الهيفو او الهايفو. الهايفو دي انا جربتها بصراحه بس معيش علبتها دلوقتي، هي كانت عباره عن علبه بلاستيك كده فيها سبراي او بخاخ، كنت برشها على وشي كنت بحس بالنضاره والنعومه، فهي بيقول لك ان هي فيها كولاجين وبتحفز انتاج الكولاجين في البشره وبتشد الوش، فبصراحه كانت حلوه ولذيذه جدا. متهيألي كان سعرها 100 او 150 جنيه. زي ما اقول لكم كان الهيفو ده كان فيه سبراي، وكمان عندهم برفيوم البيكيني اللي هو القلم اللي انا ماسكاه معاكم ده، وفي كمان عندهم سكراب وماسكات للشفايف، وفي كمان ليب بالم، وفي عندهم كمان مرطبات للاماكن الحساسه، وفي عندهم مستات وكمان لوشنات وكريمات للبشره، وعندهم بقى الديودرنت اللي معانا النهارده والاسكرابات وحاجات تانية كتير جدا من توليبس. انا جربت حاجات منهم بس دي الحاجات اللي اتبقت اللي انا اقدر يعني اعمل لكم عنها ريفيوز، اللي هي الديودرنت كريم بتاعهم، وكمان اللي هو معطر البيكيني او البيكيني بيرفيوم. طيب عايزه بس اكلمكم الاول عن الديودرنت كريم. طبعا انا بشوف فيديوز كتير جدا على اليوتيوب كلها روتينات رخيصه، ازاي تعملي روتين لنفسك باقل من 20 جنيه وباقل من 30 جنيه، وبشوف حاجات كتير جدا بيحطوا طبعا فيها ديودرنت رولون اللي هي الرول يعني عشان تستخدميه. فانا عايزه اقول لكم ان الكريمات دي او الديودرنت دي بيبقى فيها المونيا وفيها كمان سلكة، فالحاجات دي يعني عايز اقول لكم هي بتشتغل ان هي تغمق المنطقه اصلا، يعني لما تستخدمي منتج فيه الومنيوم ويعمل لك سواد تحت الاندر ارم هتبتدي محتاجه انت اصلا روتين علشان يفتحها. فعلشان كده بصراحه مش هتلاقوا عندي ريفيوز كتير على القناه فيها الديودرانت دي او الحاجات اللي فيها رولون بليه الدواره والكلام ده كله، مش هتلاقوا حاجات كتير، او حتى الاسبريه كمان مش هتلاقوها كتير، علشان انا مش بفضلهم في الاستخدام، بفضل الحاجات الطبيعية لانها بتقعد اطول وبتبقى مش مضرة للبشرة. فعشان كده هتلاقوني بستبدلها بمنتجات طبيعية وكمان بتساعد على افراز العرق وبتنظمه، بس ما بتعملوش ريحة، دي اهم حاجة، مش ان انا بمنع العرق خالص، لان طبعا بيأذي جدا البشرة وبيأذي الجسم، لان هي حاجة العرق دي من مخرجات الجسم عايزة تخرج فانت بتمنعيها، فطبعا ده مش احسن حاجة. نرجع بقى للديودرنت بتاعنا الخاص بيهم من توليبس، مكتوب عليه توليبس ناتشرال بيوتي كير ديودرنت كريم بالياسمين والليمون جاسمين اند ليمون. عايزه اقول لكم كل الانجريدينتس المكونات بتاعته كلها طبيعيه، هتلاقوا مكتوب مثلا التي تري اسينشال اويل يعني زيت شجره الشاي الاساسي، وكمان الجريف فروت اسينشال اويل واللافندر اسينشال اويل، وعندهم كمان شيا بيتر وكوكو بيتر، وعندهم الصوديوم بيكربونات، وكمان في باودر في علبه الديودرنت دي.
لان هو كان ملمسه فيه شويه كده حبيبات تحسيها بتقشر، فكنت لما تحطيه على المنطقه تحس ان هو مع تنظيم العرق بيديكي تقشير كده خفيف بالكربونات اللي فيه، فبتدي ريحه حلوه وبتدي نضاره وبتدي كمان تفتيح حلو. هو حجمه حوالي 80 جرام، مصنوع في مصر. عايز اقول لكم انا خلصت العلبه اصلا كلها اهي، يعني ما فيش فيها حاجه خالص. انا يعني بكلمكم عن منتج انا استخدمته من A to Z، خلصته خالص. فكانت حلوه جدا، تقلي كان سعرها 80 جنيه على ما اعتقد، ما كانتش اغلى من كده. ومكتوبه ان هي بتتحط على الدراي اندر ارم، يعني يكون مكان الاندر ارم جاف وناشف، وكمان ان احنا نحفظ المنتج بعيدا عن ايدي الاطفال او نحفظه في مكان جاف. عايز اقول لكم الباكج حلوه، شكلها حلو، فيها المكونات الطبيعيه دي كلها، فيبقى على سعرها ان هي بتكون ب 80 جنيه فتبقى حاجه كويسه جدا. عايز اقول لكم ان هو ثباته معقول وسعره حلو جدا زي ما قلت لكم. فمكونات الطبيعيه بتبقى اهم حاجه في الديودرنت. ريحته تحفه، بس انت ممكن تجدديه، يعني هو اقصى حمايه ممكن يكون مثلا 8 ساعات، يقعد معاكي نص اليوم. هو فيه حبيبات مقشره زي ما قلت لكم، بس هي الحبيبات دي بتشتغل على التفتيح، وهو كمان ده بيخلي المنطقه تبقى يعني نقيه ومتطهره كده من البكتيريا بتاعه العرق، لانه فيه طبعا زيوت اساسيه زي ما قلت لكم، منهم التي تري، شجره الشاي يا جماعه، لان كمان بيتعمل من شجره الشاي غسول، لان هو بينقي الوش من الشوائب ومن الحبوب. فشجرة الشاي كمان لما يتحط في الديودرنت بيبقى تحفة جدا. فلو بتفكروا ان انتوا تجربوا ديودرنت، على فكرة يعتبر سعره كويس على المواد الكويسة اللي فيه، المواد الطبيعية دي، ومش هيعمل لكم اسمرار في المنطقة. يعني اذا كان هيحمي من العرق فكفاية ان هو مش هيعمل اسمرار، حتى لو مش هيديك نتيجة تفتيح فظيعة، بس على الاقل مش هيزود للوضع سوء، بس هو هيفتح معاك لان في حبيبات مقشرة. فانتي يعني تكملي على الروتين بتاعه الحاجات الطبيعيه، بس بتاخد وقت، بس لما بتاخدي منها نتيجه المنطقه ما بترجعش تسمر تاني. زي ما قلت لكم هو حجمه 80 جرام، على فكره هيقعد معاكي مش اقل من 3 شهور، وممكن انت تجدديه في اليوم. تاني حاجه بقى هكلمكم عنها النهارده هي الديودرنت، سوري، البرفيوم بنسل ده، القلم البرفيوم الخاص بتعطير البكيني. هما بيقولوا عليه تعطير البكيني، بس انا بقولك ان هو ممكن كفكره ان هو قلم اصلا انت ممكن تستخدميه في اي حاجه، يعني ممكن تحطي له برفيوم تستخدميه زي ما انت عايزه، لان هو القلم بتاعهم بصوا عامل زي العميل رقم 13 كده فس. ممكن تفتحيه وتحطي هنا اي برفيومز انت عايزاها وتستخدميه عادي، هتحطي فيه البرفيوم اللي انت عايزاه وتقفلي وتستخدميه عادي، تعطري بقى بيه ايدك، هدومك، جسمك، اللي انت عايزاه. عايز تحطي فيه زيوت اساسيه مثلا، بتحبي لافندر، بتحبي ريحه الياسمين، ريحه الفل، ممكن تحطيها مع شويه زيت مثلا اطفال او حاجه، بيبي اويل، وتستخدميه عادي. ده لو انت حابه. لكن هو طبعا كمنتج هو لسه فيه شويه ما خلصتهمش من البرفيوم، حلو جدا، بيعطر المنطقه. حجمه حوالي 15 ملي، وزي ما قلت لكم شكل القلم ده حلو جدا وبيسهل عليكي حاجات كتير. طبعا الحاجات دي يا جماعه زي ما قلت لكم يستحسن ان احنا ما نحطهاش على الجلد، يعني احنا بنعطر الهدوم اللي بتلامس منطقه البيكيني، لكن مش بنعطر المنطقه نفسها، لان ده برضو ممكن يسمرها حتى لو هي زيوت طبيعيه وما فيهاش اي حاجه، يعني المنطقه دي حساسه جدا ومع الاحتكاك ممكن ده يعمل اسمرار. فعشان كده بنقول ان احنا بنعطر الهدوم القريبه للمنطقه، مش بنعطر المنطقه نفسها. متهيألي القلم ده برضو كان ب 100 جنيه، ما كانش غالي، وانا اصلا كنت جايبه كل الباكج بتاع توليبس، كنت جايباهم في عرض كبير، وهم بيعملوا خصومات وعروض على طول. فانتوا تابعوا البيج بتاعتهم على الفيسبوك، اكتبوا توليبس اورجانيك بيوتي كير، سواء كان بالعربي او بالانجلش، هتطلع لكم الصفحه بتاعتهم وتقدروا تطلبوا الحاجات اللي انتوا عايزينها. بس انا بقول لكم على اكتر حاجه عجبتني ولسه كمان محتفظه يعني بالعلب بتاعتها، اللي هي كانت الديودرنت، لان على طول بدور على الديودرنت الطبيعيه، وده هتلاقوه كتير ان شاء الله عندي في القناه، وهقول لكم على انواع تانيه كتير في الفيديوهات الجايه. وكمان قلم تعطير البكيني ده كان حلو جدا وريحته حلوه. اتمنى يكون الفيديو النهارده عجبكم، ومستنيه اللايك والشير والسبسكرايب، واحبكم جدا، واشوفكم الفيديو الجاي.